السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وحلقه جديده من برنامج ايام الناس، وايضا تغطيه موجزه لهيئه الحجز الشعبي اللي راح نرافق اليوم مديريه الجهد الخدمي بمعمل الرحلات لتجهيز اكثر من 1000 رحله باليوم الواحد لمدارس العراق، وبالخصوص بالتعاون والتنسيق مع مديريات تربيه الرصافه والكرخ، وبهذا الخصوص انه تطمح مديريه الجهد الخدمي بتجهيز اغلب مدارس العراق مو فقط ببغداد، وانما وفق الخطه انه قد تكون بطموحاتهم تجهيز كل محافظات او اغلب محافظات العراق ومدارسها بهذه الرحلات. راح نكون وياكم بتغطيه موجزه، خليكم وياكم. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم بتغطيتنا لهذا اليوم، وايضا مثل ما تشوفون يعني اليوم ما شاء الله الحجز الشعبي جاي يجهز وزاره التربيه بالعديد من الرحلات المدرسيه. استاذ احمد صبحي المهندس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، حياكم الله. جاي حدثنا عن موضوع النشاط، موضوع الرحلات اليوم، خصوصا انه هيئه الحجز الشعبي بدها تعمل بتجهيز وزاره التربيه بالعديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باشرت كوادرنا الهندسية والفنية من قبل هيئة الحج الشعبي وبالتعاون مع فريق الجهد الخدمي والهندسي لرئاسة الوزراء وبإشراف مباشر من قبل الأستاذ أحمد المالكي ممثل هيئة الحج في الجهد الخدمي بصناعة الرحلات المدرسية لطلبتنا الأعزاء منذ بداية العام الحالي وفق المعايير والمواصفات المطلوبة يعني في تنادي وزارة التربية العراقية لإنتاج الرحلات المدرسية بواقع معدل 1000 رحلة يومياً. أي وتوزع حسب المناطق يعني الحاجة للنقص في الرحلات المدرسية، ونطلب من طلبتنا الأعزاء الحفاظ عليها لأن بالتالي لهم وللأجيال اللاحقة. اليوم بالتالي أنتم جاي توزعون هاي الرحلات على 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 الكرخ والرصافة وعلى مديريات التربية. نعم، التوزيع يكون بالتعاون مع وزارة التربية، ف التوزيع يكون على تربيات الكرخ بأكملها وتربيات الرصافة بأكملها، وكلا حسب الحاجة، حسب الحاجة للرحلات والنقص الحاصل في المدارس في التربيتين الرصافة والكرخ. هذا النقص من يمكم أنتم جاي تشوفوه لو تجيكم من الوزارة؟ بالتأكيد من قبل وزارة التربية بالتعاون معها، كل مدرسة ترفع طلب لوزارة التربية حسب الأعداد الناقصة يعني في الرحلات المدرسية، وبالتالي تخاطب الجهد الخدمي والجهد الخدمي العفوي يوجهنا بتزويد الرحلات. أنا اليوم أقول أنه الحجز الشعبي دا يعمل يعني مو فقط وفق إمكانيته بل أكثر من إمكانيته. اليوم جاي نشوف ما شاء الله الحجز الشعبي كل شيء موجود، يعني سواء على تجهيز الرحلات، باقي النشاطات الأخرى، باقي الحملات، التعفير وغيرها وما شابه ذلك، وهي الجهود حقيقة يعني جبارة. بالتالي الحشد الشعبي هو ابن الشعب، خلينا نقول مثل ما يد تدافع ويد تبني. في وقت السلم نحن يد ان شاء الله للبناء والاعمار في بلدنا الحبيب، وقت الحرب ان شاء الله تشهد لنا الصولات في المعارك ايام داعش والحمد لله والشكر. نحن نقول اليوم الحشد الشعبي مو فقط حشد، خلينا نحكيها بالدارج، انه مو للقتال وللحروب بقدر ما جاي نشوف انه يساهم بتطوير وخدمة المجتمع. بالتأكيد بالتأكيد، مثل ما قلت لك أستاذي، يد تدافع ويد تبني، وقت السلم سلم، وقت الحرب حرب، وإن شاء الله إحنا في خدمتكم. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين معكم بتغطيتنا. أستاذ أحمد، اليوم لو ردنا نتحدث عن نشاطكم اليوم وتجهيزاتكم للرحلات لوزارة التربية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بتوجيه من الأستاذ أحمد المالكي، قام فريق الجهد الخدمي بالتعاون مع وزارة التربية وبوضع خطة إنتاجية لتجهيز الرحلات، باعتبار أنه من باب المساعدة مع وزارة التربية. طبعا كما كان دور فعال للحشد في الحرب، سوف يكون له أو كان له دور فعال وما زال زين دور له في مساعدة مؤسسات الدولة زين. فمن ضمن هذه المساعدات هي بالتعاون مع وزارة التربية حول تجهيز الرحلات لكافة مدارس العراق زين. طبعا احنا عندنا خطط مستقبلية لتجهيز كافة مدارس العراق
بالرحلات. نعم. اليوم احنا اليوم على مدى على في طور الخطه دارنا نتحدث انه اكو فد زمن معين لتجهيز الرحلات فقط بغداد اليوم هاي الحمله ومحافظات. نعم. تستمر هذه الحمله هي لتجهيز كافه مدارس العراق. طبعا احنا كان ان توزيع وتجهيز وتوزيع مجموع عدد من الرحلات ما يقارب 10,000 رحله زين، والايام القادمه القليله ان شاء الله قبل ان يبدا العام الدراسي الجديد ان شاء الله سوف يكون لنا تجهيز بوجبات يكون اكثر من هذا الطاقه اللي ذكرناها قبل قليل. اليوم هذا المعمل او المكان اللي متواجدين به احنا فقط يخص الرحلات؟ الوقت الراهن هذا هو خاص بعمليه تجهيز الرحلات. جهزتوا به سابقا، شنو تقدرون بعد تجهزون؟ طبعا انت الجهد الخدمي هو ما مقتصر فقط على الرحلات، زين الجهد الخدمي مقتصر ايضا على عمليه اكساء الشوارع بالنسبه للمناطق اللي لا يوجد بها خدمات. نفس الكوادر؟ كوادر اخرى، مهندسين اخرين، زين طبعا كل من باختصاصه. زين اي هو عسى ولعل ان الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما هو في هذا. بالتالي احنا اليوم جاي نحكي ونقول اذا اردنا نحكي بالحشد انه له دور فعال خصوصا بالمجتمع وتقديم خدمات ايضا. اي اكيد اكيد. طبعا احنا يعني دور الحشد الشعبي معروف مثل ما كان سابقا يقاتل عصابات داعش، اليوم مثل ما احنا نقول يد تدافع ويد تبني. فهسه احنا حاليا في مرحله البناء واحنا يعني مستعدين لاي عمليات ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام يتواصلون وياكم، وايضا بالتالي احنا اليوم دورنا نتحدث عن دور الحشد على مستوى الخدمات اللي يقدمها خصوصا مع مؤسسات الدوله مع المجتمع العراقي بشكل كامل، يعني اليوم مو فقط رحلات ولا فقط اكساء، كل فزعه خلينا نقولها يتطلبها العراق تلقى الحشد متواجد بيها بجهود جباره بكوادر محترمه انه فوق طاقتهم وفوق مهامهم اللي مكلفين بها يقدمون خدمات اخرى. متواصلين وياكم. ما شاء الله الحشد بالحرب حرب، بالسلم سلم، بالتبليط يبلغ، معمل الرحلات يسوي رحلات، جهود جبارة حقيقة يبذل الحج الشعبي. احنا ليس المرة الأولى يبادر بها الحج الشعبي بهيك مبادرات، احنا كنا على السواتر، اليوم احنا جهد خدمي للبلد للبنى التحتية للبلد، عندنا فضل الله الإكساء الشوارع وبناء البنى التحتية للبلد، واليوم احنا معمل الرحلات قاعد نصنع رحلات لجميع العراق. جميع العراق الرحلات من الالف للياء، كل المدارس الموجوده المتضرره يجهزها الحشد الشعبي. احنا هاي الجهود يعني انتم اليوم الحشد الشعبي كمؤسسه عظيمه، مؤسسه كبيره، وهاي جهود جباره حقيقه ممكن اقدر اقول عليها مؤسسات اخرى حكوميه ممكن تعمل بهذا الموضوع، لكن هذا الموضوع جاء وفق تقصير المؤسسات. لو انتم الحشد انه هاي فزعتكم هاي الشيء. الحشد عقائدي، الحشد عقائدي، يشتغل لله وما كان لله ينمو، صح لو مو صحيح؟ فاحنا نشتغل لله، اي شغل نقدمه لله هو فضل الله اهل البيت ينمو، الحمد لله والشكر. والله فضل هاي قلبك. وهاي النفسيه ان شاء الله دائما. انت الاحسن، رحم الله والديك. الله يحفظك، في دول قلبك. نعم مشاهدي الكرام، احنا اليوم وردنا نتحدث عن دور الحشد الشعبي ما بعد داعش، راح نلقى الدور كبير جدا يعني ايش قد ما تتصورون انه اليوم ما شاء الله شفنا بكورونا انه الحملات حملات التعفير وتوفير المستلزمات الطبيه وما شابه ذلك، ايضا باكساء الشوارع اليوم جاي نشوف العديد من الحملات جاي يقوم بها الحشد الشعبي بهذا الخصوص، واليوم ايضا الرحلات لتجهيز مدارس العراق بهذا الخصوص، والعديد من المشاريع اللي يقدمها الحشد الشعبي خدمة للمجتمع العراقي. فبالتالي تحية حب واحترام لحشدنا الشعبي على هاي الجهود الجبارة اللي يعملون بها اللي تبذل من أجل تطوير والارتقاء بالمجتمع العراقي. متواصلين وياكم، خليكم يعني.
نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم، واكيد بالتاكيد مثل ما حكينا انه اليوم دور الحج الشعبي دور كبير، خصوصا انه مديريه الجهد الخدمي، والان مع مديريه الجهد الخدمي الشيخ احمد عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك ويسلمك. اريد ان اتحدث عن حملتكم اليوم، اضافه الى حملات سابقه قامت بها المديريه، خصوصا انه العديد من الحملات اللي قامت بها المديريه من اجل تقديم خدمه للمجتمع العراقي. مثل ما تعرف الاعمال اللي تقوم بها هيئه الحج الشعبي تكون حسب رؤيه وخطه وتوجيه. حاليا احنا مباشرين فيما يخص الرحلات وحسب خطه مرسومه ومرصوده من قبل التربيه. جهزنا سابقا ان شاء الله 10,000 رحله، واليوم حاليا مثل ما جاي اشوف عندنا 3,000 رحله راح تخرج من مخازن هيئه الحج الشعبي وتودع الى مخازن التربيه، وهي التربيه بدورها راح توزعها للمدارس. توزع كرخور صافل ومحافظات. حاليا الخطه وحسب توجيه دوله رئيس الوزراء انه نوديها للتربيه، لان التربيه بدورها عندها خطه معينه للتوزيع. وايضا هناك دوله رئيس الوزراء شكل فريق للنزول ميدانيا وبحث المدارس ورصد الاحتياج الفعلي، وبدور هذا الفريق راح يبلغ التربيه عن الاحتياج، وهم راح يعني راح يصدرون ويطلعون هاي الرحلات من مخازن التربيه يودوها. احنا هسه حاليا عندنا انسيابيه بالعمل لان اكو عطله وماكو طلاب، فهاي الامور اللي قاعد نشتغل بها براحتنا ان شاء الله. اليوم اذا اردنا نتحدث عن كميه الجهد هنا اليوم، هل بالامكان انه المديريه انه تجهز كل مدارس العراق او على الاغلب انه في محافظتين ثلاثه؟ ان شاء الله طبعا عندنا استعداد. احنا حاليا هذا العمل اللي مطلوب من يمنا اليوم اللي باشرنا به وانطلقنا هو مطلوب من يمنا من 70,000 الى 80,000 رحله. وايضا احنا مستعدين، وشنو اللي يحتاجوه عندنا امكانيه وعندنا كادر لا باس به من المهندسين والحدادين، نقدر نفتح اكثر من معمل. يعني هنا معمل بعد نقدر نفتح معملين. ايضا هناك توجيه من قياده الحشد برفد وتقديم كل الخدمات للمواطنين، فان شاء الله احنا جاهزين لاي توجيه يجينا. الله يحفظك حبيبي. الكرام بالتالي يعني ارجع واقول انه اليوم دور الحشد دور كبير، خصوصا بتطوير وتقديم خدمه للمجتمع العراقي بكافه الجوانب، سواء على الجوانب الخدميه وما شابه ذلك. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.